بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معلش استحملوا صوتي ملخبط شوي. النهاردة هناخد مزمور 60 ومزمور 61. احنا في تأملاتنا للمزامير بنمشي في كذا اتجاه، اتجاه بنسميه ساعات اتجاه مباشر أو تفسير حرفي أو يعني عملي، الكلام مقصود بيه ايه وتقال امتى وممكن نحسه ازاي. في بعض المزامير بيبقى لها مجال للتفسير المسياني او التفسير الخلاصي، ان احنا بنلاقي وسط الكلام نبوءات او اخبار عن العهد الجديد واضحه. مزمور 60 مكتوب عليه في العنوان لامام المغنيين يعني داود على السوسنه، برضو دي احد آلات الموسيقية، شهادة مذهبة لداود للتعليم. مذهبة يعني غالبا كانوا ساعات يكتبوها بمية الذهب، فبتبقى حاجة غالية ثمينة يحتفظوا بها. للتعليم يعني غالبا مادة لتعليم الأطفال، اليهود بيحفظوا الحاجات دي من بدري. بس مكتوب بقى عنوان غريب شوي: عند محاربته آرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يعقوب ضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أقرب نص مقابل للعنوان ده تلاقوه صمويل الثاني، صمويل الثانية إصحاح 8. لما داود ملك كان لسه في أعداء كتير لليهود من وقت شاول، كانت المملكة ضعيفة وكذا شعب ضد اليهود، الفلسطينيين والمؤابيين والأدوميين وابتدى داود ربنا يقوي نظف البلاد دي كلها ويدي كرامة لشعبه ويعلى بمركز شعبه. ففي أحد المعارك كان فيها تخوف لأنه جيش الأعداء كبير قوي، منطقة اسمها أدوم وجنبها أرام، أو يعني في اتحاد بين الجيشين، فكانت يعني زي ما تقولوا يعني مخيفة المعركة دي. ربنا ادى نعمة وانتصر انتصار شديد، ان يؤاب لوحده كان اخوه أبيشاي ماسك فرع من الجيش ويؤاب ماسك فرع تاني، لانه كانوا مهددين ان جزء يباد من الجيش بتاع اليهود. يؤاب لوحده موت 12,000 واحد، فده كان ريكورد يعني، ده رقم كبير قوي ما كانوش متوقعينه، فكانت بالنسبة لهم نصرة فيها إيد ربنا واضحة قوي. بينما نفس الجيوش دي قبلها بسنوات كانت بتقتحم اليهود وبتزلهم من وقت القضاء، لو تفتكروا من بعد يشوع كل الشعوب دي كانت بتزل في اليهود، الأدوميين والمؤابيين والآراميين. وبعدين جاء عند صمويل النبي الدنيا هديت شوية، عند شاول رجعت خابت تاني بسبب بعد شاول عن ربنا، فرجع داود ينتصر مرة أخرى. المزمور ده غريب شوية لأنه كأنه بيحكي ذكريات. مفروض أن احنا كنا نتوقع داود فرحان وبيشكر على انتصار، إنما هو بيسترجع بلسان الشعب ذكريات الحال مع ربنا، فبيقول له: رب أنت زمان رفضتنا لأن احنا بعدنا عنك، ولما رجعنا لك انت رجعت لنا فانتصرنا. عشان كده بيسموه للتعليم. ليه؟ لانه اللي بتعمله مع ربنا بيبقى له رد فعل من ربنا. واحد بعد عن ربنا زي الابن الضال بيبتدي يخسر كل حاجه، خسر ابوه وخسر اخوه وخسر الفلوس وخسر كرامته وخسر حتى اصدقائه اللي ضحكوا عليه في الاول، وبقى زي الخنازير، فبيبان كانه مرفوض. اول ما رجع رجعت له الكرامة ورجع له أبوه ورجع له العز كله. فهنا بيبدأ المزمور بكلمة: يا الله رفضتنا اقتحمتنا سخطت أرجعنا. يعني إيه؟ يعني اللي احنا شفناه زمان ده، داود مش بيحكي عن زمانه بقى، عن زمن شاول وقبل شاول كمان، إن ربنا كان بيجي له وقت يرفض شعبه بسبب إن الشعب يعني يميل للوثنية أو أنه بيكسر شريعة ربنا، فقال له: أنت رفضتنا واقتحمتنا، يعني
سبتنا للذل، خليت الأعداء يقتحمونا ويزلونا، سخطت علينا، عشان كده السخط هو شدة الغضب. وبعدين في نقطة هنا يعني دي ذكريات، يرجع يقول له إيه؟ رجعنا تاني بقى، رجعنا لحضنك تاني. من حقك تزعل، وزعلت كتير وبعدت عننا وغضبت علينا لما نسيناك وعبدنا أوثان، بس رجعنا بقى خلاص. زلزلت الأرض فصمتها، يعني احنا شفناك لما بتزعل يا رب ازاي حاجات غريبة ممكن تحصل. زعلك صعب، مخيف هو الوقوع في يد الله. فانت زلزلت الأرض، يعني ممكن تعمل أي حاجة عشان تفوق شعبك، عشان تصحي ولادك. أذكر مرة شخص قال لي أنا كنت بعند مع ربنا عيني عينك كده بتحداه، وبقول له لو أنت موجود وريني هتعمل فيا إيه. فقال لي أنا ما بقدرش أقول الكلام ده لحد، لكن أنا شفت ربنا لما يعني يوريني بقى إيه وش القاضي الديان المخيف. خدت كام علقة ورا بعض لما بتعبيره، قال لي ما كنتش واقف على أرض، كانت كأن الأرض كلها متزلزلة تحتية خلاص. ولولا ما ركعت وحطيت راسي في الأرض وقلت له معك حق تزعل، أنا آسف، خلاص حرمت. ساعتها الدنيا ابتدت ترجع وكل حاجة تتعدل. فكأن الشعب اليهودي بيحكي القصة دي، داود بيحكي بلسان الشعب. داود في حياته ما بعدش عن ربنا فترات طويلة، ما وصلش أبدا أنه أنكر ربنا وعبد أوثان، مش للدرجة دي. لكن في ذكريات الشعب اليهودي يا ما عملوا كده، يعني من وقت يعقوب اللي على اسمه كل شعب إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، ولاده كانوا بيشيلوا أوثان، مراته كانت شايلة وثن في يوم من الأيام. فهم من يومهم الشعب اليهودي بيخون ربنا، وفي زمن القضاء واضحة أوي الخيانات متكررة، يعني من بعد يشوع كل شوية يميلوا لعبادة الأوثان، ولما يتزلوا والأرض تتزلزل من تحتيهم ويشوفوا الغلب والعذاب كله يصرخ، يوم ربنا من حنيته يصدق صرخ ويبعت مخلص، يتعدلوا شوية وبعدين يرجعوا للوثنية تاني. وتكرر المشهد ده 10 مرات على الأقل في 400 سنة في زمن القضاء، إلى أن أتى صمويل. صمويل رجع الناس لعبادة ربنا، طلبوا ملك، وكان الطلب ده برضو بادرة سيئة، ما مش عاوزين ربنا ملك، عاوزين يتمنظروا زي بقية الشعوب، عاوزين ملك أرضي. هي معناها كده، ولغاية دلوقتي اليهود عاوزين ملك أرضي. فمن ساعتها خلاص وضح أنه الشعب ده مش هيبقى شعب الله. جاب شاول، شاول ابتدى كويس وبعدين انحرف بسبب الكراهية والشيطان اللي دخل قلبه، إلى أن أتى داود. إذن قصة رفضتنا هو مش بيحكي عن زمنه، هو بيحكي ذكرياته. اقتحمتنا، زعلت مننا، بس رجعنا بقى خلاص، احنا تبنا وتعدلنا واختشينا فرجعنا. وقتها زلزلت الأرض فصمتها، اجبر يا رب كسره. يعني بيقول اللي حصل زمان وبيرجع يطلب، يطلب ايه؟ يطلب المصالح. اجبر كسر الأرض، يعني الخراب اللي احنا السبب فيه ده صلح. لأنها متزعزعة، أريت شعبك عصرا، يعني انت وريت شعبك حاجات صعبة، أيام صعبة. سقيتنا خمر الترنح، تعرفين لما واحد يبقى سكران ويبقى كده ايه بيترنح، فكأن الشعب كله من كتر ما بعد عن ربنا بقى بيترنح من غيبوبة الشر، لأن ربنا أدبهم تأديبات شديدة، شافوا الذل في زمن القضاء على الأقل وفي بعض أيام شاول. لكن أعطيت خائفي كرايا. فاكرين لما اليهود عبدوا أوثان، أو يعني مشوا غلط وبعدين طلعت عليهم حياة سامة؟ أحد الحلول في أحد المرات ده، المشهد ده تكرر كتير خلال 40 سنة بتوع البرية، ربنا قال لموسى اعمل راية وحط عليها ايه؟ حية نحاسية. راية يعني صليب، حاجة عالية كده الناس تقدر تبص عليها من بعيد. فكأنه بيفتكر المشهد ده، أعطيت خائفيك راية، يعني اللي رجع تاب واختشى وكش وشاف السم
لما دخل جسمه والموت خلاص دخل عليه، اعطيت خائفيك رايه ترفع لاجل الحق. طبعا وقتها كانت اشاره للصليب، وربنا يسوع هو اللي قال الحته دي في يوحنا 3 في كلامه مع نيقوديموس، يقول كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. اذن هو اللي حقق المثل، يعني حكايه الرايه بتاعت موسى دي تحققت في صليب المسيح. اعطيت خائفيك رايه ترفع لأجل الحق، يعني شهادة للحق أن الله هو بالحقيقة الذي ارتفع على الخشبة من أجل خلاصنا. يبقى كأنه بيقول له رب أنت زعلت مننا ومعك حق، ورفضتنا في وقت والأرض اتلخبطت تحت رجلينا وشوفنا الموت بعينين، بس رجعنا خلاص، ندمنا، اختشينا، فوقنا، ارفع بقى الراية كده ودينا الأمل تاني، خلينا نبص عليك عشان السم ده يقف، الخطية دي تقف، اللي حصل ده كله يتصلح. فقال له أعطيت خائفيك راية، ودي اللي جت منها الإبصالية اللي بنقولها كل جمعة، ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لخائفيه. أعطيت خائفيك علامة، علامة أو راية يعني، جت منها الحتة دي. يعني الآية دي هي سر التسبيحة بتاعت يوم الجمعة، ونقعد نقول بعدها أن يخرجوا الشياطين، أن يشفوا كل مرض، أن يطفئوا قوة النار، أن يهربوا من وجه القوس، كل ده بالراية اللي خدوا. لكي ينجو أحباؤك خلص بيمينك واستجب لي. رجع بقى للنغمة المعتادة بتاعته، يعني في الآخر يا رب اديتنا أمل جديد عشان نبص على الصليب، نترجاك مرة أخرى فينجو أحباؤك وخلص بيمينك. دايما يعتبروا ذكر يمين الله إشارة إلى الصليب، لأنه لما رفع إيديه، وعشان كده كلمة الجناحين أو اليمين أو كده إشارة إن المسيح خلص شعبه بزراعه، بزراعه مش بس معناها المجازي بقوته، لا معناها الحرفي، إنه رفع إيديه على الصليب وفدانا وخلصنا من الموت الأبدي. خلص بيمينك واستجب لي. يكمل يقول الله قد تكلم بقدسه، يعني ربنا لما يلاقي الواحد بيصرخ له يتكلم، ويتكلم بدافع قداسته. يعني لو قلت لي الإنسان يستاهل ربنا يرد عليه، لا ما يستاهل، لأنه وحش، أنا وأنت وحشين، وياما وعدنا وخلفنا ولخبطنا كتير وكسرنا كلام ربنا كتير. لكن ربنا بدافع قداسته، صلاحه، محبته للبشر، يتكلم بالرأفة والرحمة لأنه رحيم، مش لأن الناس تستاهل، الناس ما تستاهلش الرحمة كلنا، لكن ربنا من رحمته بيعمل كده، من قداسته لا يشاء أن يهلك أحد. طب ما أحد دول وحشين، هم اللي عبدوا أوثان، وهم اللي ادوا ظهرهم لربنا، وهم سبب الربط، ياخدوا على دماغهم، لا ما يستحملش ربنا دي. أول ما يلاقي الناس ترجع له خلاص كل اللي فات ينتهي. الله قد تكلم بقدسه أبتهج، ده هو ربنا اللي بيقول بقى أنا مبسوط. إيه اللي يبسطك يا رب؟ بشعب تعبان ما فيهوش حاجة عدلة، لا يبتهج أنه يأتي ليخلصنا. تصوروا ربنا يسوع مشوار الصليب ده على قد العذاب والمهانة اللي فيه، كان موضوع مسرته، إلى هذه الساعة قد أتيت ومسرة الآب بيده تنجح، فهو مبسوط أنه يفدينا وينقذنا ويقفل الجحيم في وشنا رغم العذاب اللي هيشوف. فبيقول أبتهجوا، أنا فرحان أن أنا هخلص شعبي. أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت، لي جلعاد ولي منسة، إفرايم خوزة رأسي، يهوذا صولجاني. لا ناخدها حتة حتة. شكيم دي منطقة في السامرة، وتذكر في أيام يعقوب لما أهل شكيم يعني خدعهم يعقوب، حصلت مذبحة من ولاد يعقوب، لكن المنطقة دي كانت للسامريين بعد كده، واتمالت وثنية، بقت مشهورة بالوثنية. فربنا بيقول أنا حتى البلاد دي هعدل، هرجعها، عشان كده السامريين رجعوا للمسيح، يعني لقاء السامرية جاب السامرة كله،
وبعد كده ادانا مثل السامري الصالح، والسامرة عرفت المسيح على يد فيلبس المبشر في أعمال 8، وأغلب شعب السامرة تعمد، يمكن أغلب أكتر من اليهودية نفسهم. فبيقول أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت. وادي سكوت دي برضو مناطق تسمعوا بيها أثناء رحلة يعقوب ورجوعه من فترة وجوده عند لابان. وبعد كده قسمت الأجزاء دي أغلبها إلى سبط يهوذا، لأن سبط يوسف، لأن سبط يوسف كان محبوب قوي عند يعقوب. يوسف طبعا حبيب أبوه، وبسبب تقواه يعقوب لما تنبأ ذكر أن يوسف ده عجب ربنا جدا، وقال عليه كلام حلو جدا قبل ما يموت يعقوب. قال ده شجرة مثمرة، شجرة مثمرة، يعني هيفضل دايما علامة جميلة وسط اليهود يوسف، لأن كلكم فاكرين الأزباط أغلبهم ما كانوش كويسين، إنما يوسف كان مثال للتقوى وشبه المسيح. فبيقول ربنا تكلم بقدسه وقال أنا جاي أنقذ بقى شكيم وادي سكوت، البلاد اللي راحت من اليهود للوثنية يرجعها تاني للإيمان. ليه جلعاد وليه منسى وفرايم؟ اللي يأكد ان الكلام كله على يوسف، ما هو يوسف اتفك باتنين، اتفك بمنسى وفرايم. وفرايم ده كان اكبر صفت، يعني شوفوا يوسف لانه يعتبر انه كأنه البكر، فخد نصيب اتنين، لان البكر كان ياخد نصيب اتنين وبعدين الانصاب تتوزع على الاخوات بالتساوي. طب رأوبين كان البكر؟ لا، خسر البكورية بسبب خطاياه. مين اللي عجب أبوه ويستاهل ياخد البركة كلها؟ كان يوسف. فعشان كده بينما وعد يهوذا أن يأتي منه الملك أو الملوك وبالذات المسيح، وعد يوسف أنه ياخد بركة الأرض كلها، أو البركة بركتين يعني، فخد مكانة البكر. فبقى منسى وفرايم. منسى سمى يوسف ربنا نساني الغلب، لأن يوسف اتجوز بعد ما قعد على كرسي مصر، فأول طفل جابه سماه منسى عشان يقول ربنا نساني الغلب، لأنه شاف مرار 20 سنة، لكن ربنا نسى ده كله، فبقينا كلنا فينا حتى منسى. يعني إيه؟ ربنا بيكافئ أولاده، ينسيهم الألم ويمسح كل دمعة من عيونهم. وفرايم معناها الثمار أو المثمر، يعني اللي عنده كتير قوي، اللي خيره ما بيخلص. فبيقول لي منسى ولي إفرايم، إفرايم خوزة رأسي. وكأن المسيح له المجد بيقول اللي فرحني المثمرين. عشان كده تلاحظوا ربنا يسوع اتكلم كتير عن الثمر، قال كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطع يلقى في النار، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وقال أنا أرسلتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. ومثل الزارع في الآخر يقول الأرض الجيدة طلعت ثمر إيه؟ 30 و60. وما الثمر؟ يعني نتيجة حياتك، تحب ربنا وبعدين خدنا منك إيه؟ بدل بتحب ربنا ورينا بقى النتيجة. ثمر الحياة يبقى فيك فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وتكسب ناس، تبني الملكوت مع ربنا، يبقى فيه ثمار. فبيقول لي جلعاد، برضو جلعاد دي من المناطق اللي كانت دخلتها الوثنية ورجعت للإيمان تاني. لي منسى وفرايم خوزة رأسي، يهوذا صولجاني. ده يؤكد ما قاله يعقوب قديما وكرره موسى في نبوءته، إن من سبط يهوذا بالذات يأتي الصولجان. الصولجان يعني إيه؟ يعني الملك، يعني العرش. وعشان كده استمروا ملوك يهوذا كلهم من سبط يهوذا، يعني داود من سبط يهوذا، وسليمان من سبط يهوذا، واستمروا كل اليهوشافات من سبط يهوذا، الملوك المعقول الكويسين، لغاية ما جه المسيح من سبط يهوذا. عشان كده كان لازم يتولد في بيت لحم، لأن دي في مقاطعة يهوذا، تقسيم يهوذا على الأرض كان بيت لحم، جزء منه بيت لحم، لا نفس مدينة داود. فبيقول يهوذا صولجاني. أما مؤاب، مؤاب دول مش يهود، دول وثنين وفضلوا وثنين. فمؤاب مرحضتي وأدوم
عليه أطرح نعلي. بصوا بقى هنا معناه إيه؟ أنه هيسترد شعبه من الوثنية، يرجعوا له بالتوبة ويرجعوا لهم كرامتهم وملكهم لما يتوبوا، لكن يفضلوا الوثنيين تحت رجليهم، الكنيسة عموما. طبعا احنا بناخد الكلام بشكل روحي. فأدوم، أدوم المشهورين دول اللي كان مذكور عليهم المزمور كله سبب المعركة مع الأدوميين، أدوم يقول لك أطرح علينا عليه، فده معناه يعني مداس يعني. فيعني كانوا بيخافوا قوي من الأدوميين، بيخافوا قوي من المؤابيين، قال لهم مؤاب ده نغسل في ايدينا. المرحضة وقتها مش معناها غير المكان اللي يغسلوا بايديهم، فيعني ما ده يتغسل بشويه ميه مؤاب ده. طب وادوم؟ ادوب ده نحط عليه النعل يعني. فعاوز يقول لهم اللي انتوا بتخافوا منه ده تحت رجلين ربنا، ما يتخافش منه. العالم والشياطين دول كلهم ايه؟ اعطانا سلطان عليهم. يا فلسطين اهتفي عليا، يعني كل الارض دي تهتف بعد كده انه ايه؟ ربنا هو الملك، وانه هو القاضي وهو القادر، وانه كل حاجة تعدل تاني وترجع لصف ربنا مرة أخرى. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ هنا داود مازال في مرحلة الحروب، فبيقول مين يأخذني للمدينة الحصينة؟ يعتقد أن أدوم ساعتها لسه ما كانتش وقعت كلها. من يهديني إلى أدوم؟ يبقى بيكمل كلام ويقول هو خلص الكيش اللي قصاد منه، غلبهم وكسرهم، لكن قال امتى نخلص بقى من رأس الأفعى، يعني من المدينة الحصينة. عارفين لما الواحد يقول امتى الشيطان ده يتهد بقى ويروح البحيرة المنتقدة بالنار ونخلص منه؟ بس ده يوم القيامة، ربنا وعد ان الشيطان ده مش هيبقى له وجود بعد يوم القيامة. لكن اي حد بيحب الحق وبيحب الخير وبيحب التوبة بيبقى عاوز المدينة الحصينة اللي اسمها مملكة الشر دي تخلص بقى. فبيقول من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ يعني أنت زمان زعلت مننا، بس ترجع تاني تحارب معانا وتباركنا وننتصر بيك زي زمان. ولا تخرج يا الله مع جيوشنا، يعني زمان ما كنتش عاوز تشتغل معانا، زعلت مننا بقتش بتشتغل معنا. لو الواحد عنده الحساسية بتاعت قلب داود هيحس دايما انه اليوم ده فيه نعمة، اليوم ده مفهوش نعمة. تصوروا يبقى واحد مثلا بيصلي بحرارة فحاسس ان فيه بركة، فيه نعمة، بعدين يجي له وقت كده ايه؟ يفوت ويدلع ويكسل على الانجيل والصلاة ويهمل توبته ويستحل الإدانة ويمكن يخاصم ويشيل في قلبه، وبعدين يقول إيه ده، هو الدنيا نشفت ليه؟ ما هي نشفت طبعا، هو ربنا رفضني؟ أرفضك؟ رفض الوضع. ربنا بيحب عياله، بس أنت اللي جبت روحك، أنت اللي وصلت لنفسك كده. قول صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء، الحكاية نشفت. فده شعور اللي متعود على القرب من ربنا، ما يستحملش البعد. فيقول له انت زعلت يا رب، انت رفضتنا، هو خلاص كده مش هتقبلني تاني؟ لا، ربنا يقبلك تاني، بس لازم ترجع، لازم تتوب. فكأن داود اللي مجرب القرب من ربنا مجرب البعد عن ربنا، هو جرب الخطيه وبواخدها والنشفان اللي بيبقى فيه واحساس الرفض، وبعدين ايه؟ جرب التوبة بقى وحلاوتها وحرارة الصلاة والرجوع لحضن ربنا والبركة اللي بتيجي مع التوبة والخير اللي بيحصل. فإذا كلمة رفضتنا ده مش معناه رفض أبدي، معناه ده إحساس اللي بعد عن ربنا كأنه مرفوض، وده إحساس مفيد، لأن اللي مجرب ربنا ما بيستحملش يبعد عن ربنا، بيبقى عارف كويس أنه في حاجة غلط، ده نقص صلاة، نقص توبة، يجري على أب اعترافه، يمسك مزاميره، يرجع لمطنياته، ياخد خلوة، يشوف له حل، لأنه حاسس أنه مرفوض، لأنه مش عارف يحب ربنا زي الأول. فبيقول له أنت رب اللي تقدر تغلب بينا كل حاجة، أليس أنت يا الله
الذي رفضتنا ولا تخرج مع جيوشنا أعطينا عونا في الضيق، يعني ارجع تاني ساعدنا زي الأول. فباطل هو خلاص الإنسان، يعني زي هروح لمين غيرك؟ طب أنا ملك دلوقتي، لو أنت ما كنتش معايا هحارب الدنيا دي كلها ازاي؟ أشيل المملكة دي كلها ازاي؟ ده أنا شعب كل الشعوب عاوزة تلتهمه. في الوقت ده كانت مملكة إسرائيل كده، كل الشعوب ضدها، لأن الشعب الوحيد اللي بيحب ربنا أو بيعبد ربنا، فالشعوب التانية بتعبد شيطان. زي كنيستنا دي تحس إن العالم كله ضدها، أصلها كنيسة مخلصة لربنا، فتلاقوا الخبط عليها من كل ناحية، والدق على دماغها مستمر ما بيخلص، والتشكيك فيها والحروب من جوه ومن بره. إيه ليه ده كله؟ لأنها مخلصة لربنا. طب والكنيسة تعمل إيه؟ تقول له يا رب ما نعرفش نحارب ده كله لوحدنا. فبيقول أعطينا عونا في الضيق فباطل هو خلاص الإنسان، يعني مش هننتظر من إنسان خلاص. الناس هتعمل لنا إيه؟ مين يقدر يساعدنا في معركة مع شيطان؟ ما فيش غير ربنا. بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعدان، يعني إحنا بنغلب ربنا وهو بيدوس تحت رجلنا أعدائنا اللي هم الشياطين. إذن المزمور الغريب ده ارتبط بانتصار لكن لسه له بقية، والانتصار ارتبط بذكريات هزائم. فبيقول له بفتكر يا رب لما بعدنا عنك خدنا على دماغنا ورفضتنا وزعلت مننا، ودينا رجعنا وشفنا ايدك ورفعتنا وغلبت اعدائنا، كمل جميلك بقى وخلصنا من الايه الوثنية دي كلها ومن الشر ده كله. ده ملخص المزمور، بيتذكر لما بعد تعب قد ايه ولما رجع خد بركة قد ايه. فبيقول له خليك معي على طول، ثبتني فيك عشان افضل رافع راسي معك. المزمور اللي بعده قريب لي شوية، بس المزمور اللي بعده 61 او ده في السبعينية، يبقى رقمه 60، وده موجود بقى في الأجبية. يعني انتوا عارفين انه في بعض المزامير الآباء اختاروها وحددوا لها مكان. فهتلاحظوا أنه ده موجود في صلاة الستة، ثالث مزمور أوله استمع يا الله صلاة، كثير منكو حافظه. مزمور قصير، ويقال أنه مزمور لتورجي، يعني الشعب اليهودي كان بعض المزامير بالذات القصيرة يحفظوها كلهم عن ظهر قلب، زي ما احنا كده كمسيحيين متدينين تلاقي في مزامير اغلب الشعب حافظ، تلاقي الرب ورعية تقريبا كل الشعب القبطي حافظ، اللهم التفت الى معونتي تلاقي اغلب الناس حافظين. عند اليهود كان في مزامير تقال في اغلب الاعياد، فتلاقوا كل الناس من طفولتها يحفظوها، منهم المزمور ده. ويجوز ده احد اسباب اختيار اباء الكنيسه لبعض المزامير دي، انها معبره عن الحس الشعبي. فلما لقوا المجتمع اليهودي المتدين اللي بيحب ربنا ومستني المسيح كان بيقولها، احنا بقى اللي فرحانين بالمسيح ما زلنا بنقوله، لان المزامير مادة الصلاة بدأت من حياة اليهود واستمرت في حياتنا. المزامير تظل مادة الصلاة عبر كل الأجيال، لان المسيح نفسه كان بيصلي بالمزامير. مزمور 61 لإمام المغنيين على زوات الأوتار لداود. زوات الأوتار ده برضو موسيقى، نوع من الموسيقى. اسمع يا الله صراخي واصغي إلى صلاتي. وإحنا خدنا إنه في مزامير كتير تبدأ بالصراخ وطلب التدخل الإلهي، وسميناها مزامير الضيق أو الأزمات أو التجارب، غير مزامير التوبة اللي هنا بيشكي نفسه مش بيشكي الظروف، غير مزامير التسبيح والفرح بالاستجابة والخلاص، غير مزامير انتظار المسيح المسيانية، تأمل في الخلاص الآتي، غير مزامير تأملية في الحياة، فساد الحياة بدون. إذن كل مزمور له جو كده، وكل مجموعة مزامير بتاخد اتجاه معين. فده من مزامير المرتبطة بالضيقات. مزامير الضيق بالذات لها علامة مميزة، تبدأ بصراخ وتنتهي بالتسبيح كلها بدون استثناء. أي مزمور تبدأ نغماته الأولى
ان واحد بيقول له الحقني يا رب، بأي معنى؟ انقذني، خلصني، ارحمني، استمع صلاتي، اصغي الى طلبتي، من الاعماق صرخ. لازم في اخرها تلاقي ايه؟ فرحة، تلاقي استجابة، تلاقي احساس تدخل الهي او امان او تعزية. حتى لو ربنا ما غيرش الامور من بره، بيغير القلب من جوه، فيبقى المزمور عمل الدور بتاعه برضه. يعني ربنا بحكمته بيشوف ان المزامير قوية، لو استخدمناها تتفك مشاكل كتير. الشيطان طبعا يقع، ما يقدرش على المزامير. لكن لو ارادة الله ان الضيقة او الازمة تستمر، برضو المزمور له مفعول، بس مفعول داخلي، انه يحول الانسان من الانزعاج والخوف والقلق والتوتر والعصبية والهلع ده كله الى نوع من السلام والارتياح والثقة. استمع يا الله طلبتي، اصغي الى صلاتي، من اقاصي الارض صرخت اليك عندما ضجر قلبي. عارفين لما الواحد يحس ان ربنا بعيد؟ طبعا نفس المرنم ده يا ما قال انك انت قريب يا رب، لكن ممكن تيجي لحظة حس ان السماء بعيدة وربنا بعيد، فبيقول له انا من اخر الدنيا بنادي عليك، كأنه صوته رايح. يعني ايه؟ مين هيسمعني ازاي يا رب وانت في السماء وانا على الارض؟ فمن اقاصي الارض، عاوز يقول له انا صغير قوي، انا قد كده، ده الكون ده كبير قوي، لكن انت تركز معايا، لاني على قد ما انا صغير وفي اخر الدنيا بنادي عليك، بس انت برضو هتركز معايا. من اقصى الارض ادعوك اذا غشي على قلبي، او عندما ضجر قلبي. يعني لما قلبي تهز، لما تزعزعت، لما خفت، لما انزعجت، لما تهزيت في ايماني ورجائي، لما خفت تبقى زعلت مني وسبتني، لما بقاش عندي تفسير للي بيحصل، لما بصلي مش لاقي تعزية ولا استجابة، فقلبي اتلخبط، غشي عليه، كأن واحد اغمى عليه من كتر الخضة او من كتر الزعل. لان هنا في الترجمة العبرية يقول إذا غشي على قلبي، في اليونانية ضجر قلبي، يعني القلب متلخبط. فبيقول له أنا من أقاصي الأرض صرخت إليك عندما ضجر قلبي، على الصخرة رفعتني وأرشدتني. يعني دي بتحسسني كأنه واحد بيغرق. تعرفين مثلا لما البحر يكون عالي بيبقى واحد بيغرق، وبعدين يجي بقى غواص كده أو واحد قوي ياخده كده من دماغه ويحطه على صخرة. الصخرة هنا دايما تدي إحساس الأمان، لأن الموج مش هيقدر على الصخرة، يقدر على النفر جوه البحر طبعا، غرقه على طول، لكن على صخرة عالية خلاص يهدى البحر براحته بعد كده. فقال له على الصخرة رفعتني وأرشدتني. يبقى ده كأنه إحساس واحد غرقان، إحساس واحد خايف جدا، وبعدين اتحط على صخرة فرجع له الأمان تاني. على الصخرة رفعتني وأرشدتني، أو إلى صخرة أعلى مني، أرفع مني تهديني، لأنك كنت ملجأ لي، لأنك صرت رجائي، برجا حصينا في وجه العدو. تشبيهين دول متكررين جدا في المزامير، تشبيه الصخرة وتشبيه البرج، لأنه في زمانهم الصخرة دي بالنسبة لأي حد في البحر ده ملجأ، والبرج كمان ده مش برج زي برج القاهرة، البرج ده بالنسبة لهم يعني برج حراسة حصين، بحيث اللي يدخل البرج أي أعداء ما يقدروش يدخلوا له خلاص. ولغاية قريب كان في كل الأديرة القديمة في حاجة اسمها الحصن أو البرج، ولما تزوروا الأديرة وادي النطرون مثلا يشرحوا لكم ده الحصن وده البرج، يعني ندخل جوه نقفل خلاص، يحصروا الدير زي ما يحصروا مش هيحصل لنا حاجة، احنا جوه بقى نقعد نصلي ونعيش أيامنا بالشهور محدش يقدر علينا. فتشبيه الصخرة وتشبيه البرج يدي إحساس مريح. أنت صخرتي، قالها كتير قوي في المزامير، أو على الصخرة رفعتني وأنت برجي. يعني إيه؟ أنا هجري وأتحصن جواك، هتقفل عليا وابقى خلاص. الصخرة ذكرها ربنا يسوع لما قال لبطرس أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة اللي هي الإيمان أبني كنيستي، وأبواب الجحيم
لن تقوى عليه. يبقى الصخرة إشارة دايما للإيمان بالمسيح له المجد. البرج كمان إشارة للكنيسة نفسها، برج حصين. ليه؟ حوالينا ملائكة وحوالينا قديسين، وده بيت ربنا، فما حدش يقدر على ربنا، وبالتالي جوه الكنيسة أنت محصن. واسم ربنا برج، زي ما قالها سفر الأمثال سليمان، قال اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتبنى. يبقى مجرد تنادي اسم ربنا يسوع تحس بإحساس الصخرة أو إحساس الملجأ أو إحساس البرج، أو تيجي بيت ربنا تحس بالأمان. تقعد في الكنيسة خلاص أنا جيت بيت أبويه، أنا هنا في برج حصين، أنا في الصخرة، خلاص أنا وحش بس دخلت بيته، ومن يقبل إلي إيه لا أخرجه خارج. صرت رجائي، أو هنا بيقول له على الصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو. يبقى واحد شايف شياطين ومؤامرات ومكايد ومشاكل كبيرة وشهوات وشكوك، وكل ده يجري على ربنا زي العيل الصغير ويتقفل عليه وخلاص ما تخافش، اقعد بقى انت كده اسكت، سيب ربنا يدافع عنك. لأسكنن في مسكنك إلى الدهر، وده اللي يأكد ان البرج قريب للمسكن. يعني هو نفسه قال له نفسي اقعد بقى في بيتك على طول، بدل البرج كده مريح والصخرة دي مريحة، ما تخليني في بيت أبوي على طول. زي مزمور تاني قال له إيه، واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أعمل إيه؟ أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. طبعا دي شهوة، مش معناه نقعد في الكنيسة بس، ما احنا هننام يعني هنزهق بعد شوي، مقصود بها السماء. أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، يعني تدخل السماء، لأن مقدمة السماء هي الكنيسة، فأنت بتيجي الكنيسة على أمل تروح السماء، امتداد الكنيسة الطبيعي هو ملكوت السماء. لأسكنن في مسكنك إلى الدهر وأحتمي بستر جناحيك سلام. أسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك. بدر ستر الجناحين بيتكرر في المزامير، واستخدمها المسيح برضو. خلي بالكم رب المجد يسوع استخدم أغلب كلمات المزامير المكرر، زي الصخرة زي الجناحين، يوم قال كم مرة أردت أن أجمع أولادك تحت جناحي كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحي، استخدم الجناحين، لكنكم لم تشاءوا لم تريدوا. ففكرة أستظل بستر جناحيك كأنه كتكوت ودخل تحت جناح أمه، فمبسوط وفرحان خلاص ملوش دعوة، بينام. وفعلا الكتاكيت تستخبى كده في حضن أمها وتنام للصبح، عندهاش مشاكل. فده إحساس يعني متعدد الجوانب، الصخرة تدي معنى، الملجأ أو الحصن، وبعدين الجناحين، كل ده بيقول إيه؟ الأمان في ربنا. لما تبقى الآن مضطرب منزعج خايف متلخبط مشدود زيادة، انت بتسيب دماغك تودي وتجيب ليه؟ ما تروح لربنا، هي شغلة، ما تقول مزمور، قول المزمور ده احفظه وقوله صغير وحلو، مجرد تقوله تهدى، تفكر في كل جملة كده هتلاقي نفسك على طول المشاعر الوحشة دي راحت، وحل مطرحها مشاعر هدوء وسلام وهكذا. لأنك أنت يا الله استمعت صلوات. في الأول بيقول له إيه؟ استمعت البط، ما فاتش أربع سطور قال له أصل أنت رب دايما سمعني، يبقى تحس أنه ابتدى يحس بالاستجابة. في الأول بيقول له اسمع صراخي، أنا بنادي عليك من آخر الدنيا، وبعدين يقول له أنت يا الله استمعت صلوات. يعني مفيش مرة رب خزلتني، مفيش مرة كلمتك وقلت لي لا مش هرد عليك، أنا بطلت أسمعك، أنت ما تستاهلش ترد علي، مفيش مرة بيحصل كده. فقال له أنت استمعتني فأنا ملياش حق ما جيش عليك، لأنه مفيش مرة جيت لك أنت قلت لي لا خلاص، إن أنا خدت من ده كتير، أنت كلامانجي وبتجي لي وقت الزنقة بس وبتاع. لا، ربنا بيقولش كده، بيقول ادعيني وقت الضيق إيه أنقذك فتمجدني. أنت يا الله استمعت صلواتي، أعطيت ميراثا لخائفي اسمك. تعبير جميل، يعني اللي مقدرين اسمك وعاملين خاطر لاسمك وبيخافوا يخسروا اسمك يزعلوك،
انت محوش لهم ميراث. وورثهم يبدأ بسلام عجيب. عشان كده تلاحظوا كلمة أتركوا لكم اللي هي التركة جت ليلة صليب المسيح لما قال للتلاميذ ايه هديكوا ايه بقى، ما هو ماشي زي أب ماشي قال لهم اسيب لكم أغلى حاجة، سلامي أتركوا لكم ولا أترككم يتامى هديكوا روحي، فيبقى الروح القدس ويديكوا السلام كده خدتوا كل حاجة وتبقوا مش عاوزين حاجة، لا ساب لهم فلوس ولا ساب لهم علاقات ولا ساب لهم علم، ما ساب لهمش أي حاجة غير روحه، طبعا روح الله يبقى كون كله تحت رجليهم وسلامه العجيب. فقال له أعطيت ميراثا لخائف اسمك. يبقى اللي عايش في خوف ربنا معاه ميراث إلهي، ميراث إلهي يعني يورث ملكوت السماوات ومؤقتا يبقى مليان بالروح القدس وعنده سلام الله، لأنه ده التركة أو الميراث اللي سابه ربنا لأولاده. أنت يا الله استمعت صلواتي، أعطيت ميراث لخائف اسمك، تزيد الملك أياما على أيام. يبدو داود في الوقت ده زي أي واحد يضغط قوي يحس أنه إيه قرب يمشي قرب يموت. أي حد ينضغط شديد تلاقوا فكرة الموت تداعبه تقرب من تفكيره، دي معروفة في البني أدمين كلها. أي ضغط نفسي شديد يبقى الواحد بيقول امتى امشي امتى اخلص. هنا لما شم نفسه ورجع له سلامه قال له انت بتطول في عمر الملك، ما هو الملك ساعتها، فبيقول له اعطيت ميراثا لخائف اسمك تزيد الملك اياما على ايامه. يعني ده انا شكلي هعيش، ده انا شكلي لسه شوية، يعني انت بتديني لسه ايام فوق ايامي. واضح المعنى ده؟ يعني أنا كأني في لحظة قلت كده خلصت الحكاية، وده اللي حاسه بولس في لحظة، وبعدين ربنا قال له لا extension، لا لا لسه ما خلصتش، لسه معاك رسالة ومعاك دور تاني. فهنا داود قال له أعطيت ميراثا لخائف اسمك وتزيد الملك، وهنا الملك على نفسه، أياما على أيام. طبعا مين الملك دلوقتي؟ كلكم بقيتوا ملوك، أبوكم ملك، فبقينا كلنا ملوك. وأياما على أيام فسروها الأباء مش طولة العمر، ما عادتش تفرق معانا طولة العمر، ما بقتش شهوة المسيحيين دي شهوة اليهود، لكن شهوة المسيحيين إيه؟ الحياة الأبدية مش طولة الأيام. أيام إيه اللي على الأرض نطول فيها؟ لهاش أي معنى، لكن عاوزين أيام لا تنتهي، يعني الحياة الأبدية. فاللي خلاص باصص على حياة لا تنتهي تفتكروا يفرق معاه سنة ولا عشرة ولا مية؟ بالعكس، ده يبقى الشهوة أعلى للحياة التي لا تنتهي، لأن هناك راحة وسعادة وسلام وبر وطب كل حاجة حلوة هناك. فتزيد الملك أياما على أيامه، إما معناها تعطيني ليس أيام الأرض بل أيام السماء أيضا، يعني مش بس هتخلصني من شوية المشاكل اللي أنا فيها، ده أنت بتخلصني خلاص أبدي، وتعطيني أياما فوق أيامي، يعني تعطيني حياة أبدية ما كنتش أقدر أنا أشتريها بالصحة وبالعمر الأرضي. لكن المعنى كمان اللي يهمنا، إحنا كأولاد الملك نرث الملك، والميراث الأبدي لملكنا هو الحياة الأبدية، زي ما قالها القديس بولس في غلاطية، يقول إن كنا أولاد الله فإننا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. خلاص هنورث مع المسيح، طب هو المسيح بيموت؟ لا، يبقى احنا ما بنموتش، نورث معاه ملكوته الأبدي. أنت يا الله استمعت صلواتي، أعطيت ميراثا لخائف اسمك، تزيد الملك أياما على أيام وسنينا على سني إلى جيل فجيل ويدوم للأبد قدام الله. يبقى وصل لفكرة الأبدية، يدوم للأبد. طب وهل داود كملك دام إلى الأبد؟ لا. هنا بقى قالوا يبقى خلاص داود نقل بالروح القدس إلى الملك الحقيقي الذي ملكه يدوم إلى الأبد. لأن ربنا كلم مع داود مرة لما داود اشتهى يبني بيت لربنا في مشروع الهيكل، قال له أنت تبني لي بيت، ده أنا واخدك من وراء الغنم، لكن أنا أبني لك أنا البيت يا داود، لكن خلي ابنك يبني
لكن أنا هوعدك ابنك بقى ده هيقعد على الكرسي إلى الأبد. طبعا سليمان ما عادش للأبد، ده سليمان مات أصغر من أبوه، لكن الملك الذي يأتي من داود ويجلس على الكرسي إلى الأبد ده المسيح له المجد، لأنه جاي من داود. وعشان كده في مزمور تاني يقول له كرسيك يا الله إلى إيه؟ ظهر الظهر، أو إلى أبد الأبد، قضيب استقامة قضيب ملكك، يعني أنت ملكك لا ينتهي. دانيال شاف المسيح وقال ملكوته ما لا ينتهي، سلطانه سلطان لا يزول إلى الأبد وملكه لا ينتهي. إذن الآباء أدركوا أن في ملك معين جاي، لا ده فوق كل الملوك لأن ده ما يموتش. وعشان كده المجوس كانوا ملوك فهموا على قد تفكيرهم أن في ملك جاي ما بيموتش، وبالتالي جم من آخر الدنيا ودوروا عليه ولم يستاءوا أنه يطلع فقير قوي ومولود في حتة بسيطة وطلع شكله تعبان غلبان خالص يعني، لكن سجدوا أمامه. ليه؟ فهموا أن ده مش ملك عادي، ده ملك كل الملوك لأن ملكوته لا ينتهي إلى أبد الأبد. فبيقول يدوم إلى الأبد قدام الله إلى جيل فجيل، رحمته وحق من يبتغيهما. يجلس قدام الله إلى الظهر، أجعل رحمة وحقا يحفظان. يعني اللي يفهم ربنا ويعرف أن ربنا يحب دول قوي، الرحمة والحق، اللي يمشي فيهم ويمسك فيهم يدوم مع الله إلى الأبد. يعني خليك رحيم وخليك حقاني، صدقوني الكلمتين دول يغيروا الوعي بنياتهم، يصلحوا كل حاجة. خليك رحيم مع الناس وحقاني مع نفسك. حقاني مع نفسك دي صعبة. ليه؟ لأن احنا عادة بنقلب الحكاية، رحماء مع نفسنا فنقعد نعذر في روحنا، ونيجي عند الناس قال يعني ايه حقانيين، واحنا مش حقانيين، احنا طمعين، احنا قلبنا قاسي. لا، خليك بالعكس رحيم مع الناس كلها، مع نفسك خليك شديد، خليك حقاني. طب احكم انت كده باللي انت عملته ده كله، تروح السماء ولا تروح النار؟ خليك حقاني. لو حقاني هتقول ارحمني يا رب، هتطلب الرحمة، ولو حقاني هتروح تعمل رحمة بكل الناس وهتشوف كل الناس احسن منك لو انت حقاني. عشان كده اقول الرحمة والحق من يبتغيهما. لو الناس فهمت انه الانسان يبقى رحيم بكل الناس ويبقى حقاني زي ربنا، يكره الغلط في نفسه قبل الدنيا، وما يستعيبش ان يقول انا غلطان، ما يستكترهاش على نفسه، حقاني انا وحش انا كل غلط، وبالتالي كده يمشي في ملكوت السماوات، لان ربنا يحب الرحمة والحق، يحبهم. فلو انت مش رحيم انت بعدت عنه، ولو انت مش حقاني بعدت كمان. فداود ادرك، عشان كده داود كان يتسم بالاثنين دول في اخر حياته بالذات، كان رحيم بالناس وكان دائم التوبه لانه حقاني، فكان يستغلط نفسه ما يستغلطش حد، ومليانا مزامير مشاعر توبه لان راجل حقاني. الحقاني ما يحكمش على حد، يحكم على نفسه. نختم المزمور يقول يجلس قدام الله إلى الظهر، أجعل رحمة وحقا يحفظان، وهكذا أرنم لإسمك إلى الأبد لوفاء نزوري يوما فيوما. يعني يا رب بعد ما كنت بصرخ وبقول لك الحقني الحقني، طلعني فوق صخرة هغرق، حطيني في برج هيموتوني، طب تحت جناحيك لحني مرعوب، وبعدين يقول له ده أنا دلوقتي هقعد أرتل للآخر، أرنم لإسمك إلى ظهر الدهور أو إلى أبد الأبد. دي السماء، هي السماء فيها ايه غير هنفضل نشكر ربنا على كل ثانية حصلت في حياتنا، وعلى ان كان مصيرنا الهلاك العذاب الابدي ورحمته نقلتنا للنعيم الابدي. فيبقى في السماء ما فيش غير ارنم للرب يوما فيوما، لإلهنا كل مجد وكرامة الابد. ناخد آية واحدة، أنت يا الله استمعت صلواتي، قولوا معي أنت يا الله استمعت صلواتي، كمان مرة أنت يا الله
المزمور ده ثالث مزمور في صلاة الستة، يا ريت تبقوا شاطرين تحفظوه للي مش حافظه وتقولوه كل يوم. تفضل نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك.